لحظة، هل أنت من الأشخاص الذين يسعون للنجاح في حياتهم؟ إذا كان جوابك بالإيجاب، فما هي خطتك؟ خطتك اليومية للتحسين من ذاتك لبلوغ هذا النجاح. لا بد أن تكون عاداتك، فعاداتنا اليومية مهما كانت ستؤثر على جودة حياتنا. ولا نستهن بالعبارة القائلة غير عاداتك تتغير حياتك. لنبدأ بأول عادة، الكتاب. سواء كانت كتابة خواطر عابرة، ذكريات مؤثرة، أو حتى يوميات، لما لا؟ وقد كانت عادة ألمع المفكرين والمخترعين. من أبرزهم نذكر ليوناردو دافنشي، توماس أديسون، ألبرت أينشتاين وغيرهم ممن وجدوا في تدوين المذكرات من فوائد ليس فقط على الصحة النفسية ولكن حتى الجسدية. وهذا ما أكدته تجربة أجريت على أشخاص يعانون من بعض الأمراض البدنية، وجدوا تحسنا ملحوظا في أعراضهم بعد التزامهم بالكتاب. وكبداية أنصح أن تبدأ بتدوينات كتدوينة امتنان، تدوينة إنتاجية عن إنجاز حققته في اليوم، أو تدوينة يومية عما حصل في يومك، إلى أن تعتاد فتتبناها عادة لك. التخطيط لليوم. فعلا هذه العادة مهمة جدا. دائما عندما لا أخطط لليوم يمر يومي بدون أي إنجازات تذكر، ولكن عندما أخطط يكون يومي أكثر إنتاجية وفعالية. فالتخطيط نشاط يساعدك لتصبح الشخص الذي تتمناه، ويجعل كل أفكارك وأهدافك لليوم واضحة، لم يبقى أمامك سوى إنجازها. وكما قال الكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت-إكزوبيري، هدف بلا خطة لا يزيد عن كونه مجرد أمنية. تعلم لغات جديدة. لا يمكن لكم أن تتخيلوا مدى أثر تعلم لغة جديدة على عقلكم وطريقة تفكيركم. فوفقا للعديد من الدراسات العلمية، وجدوا أن تعلم اللغات يساعد في تعزيز القدرات المعرفية والإبداعية وتقوية الذاكرة. وأنت عندما تبدأ في تعلم لغة جديدة سيعطيك شعورا فريد بأنك إنسان جديد مقبل على عالم آخر فيه ثقافة، حضارة، تاريخ وعادات كلها مختلفة عما ألفته طوال حياتك. القراءة. أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أول آية بدأت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فكانت هذه الآية الكريمة بمثابة نور نزل من السماء ليبدد الظلمات وينشر الضياء. وأول نعمة أنعم بها الله تعالى علينا، حيث فتحت آفاق المعرفة وأبواب العلم. فالقراءة غذاء للعقل ولذة للقلب، لذلك لا بد من أن تجعلها من عاداتك اليومية لما لها من فوائد لا حصر لها. ومنها ما توصل إليها باحثون من جامعة أمريكية، حيث وجدوا أن البالغين الذين يقرؤون لمدة استمرت أكثر من 3.5 ساعات أسبوعيا كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة أمراض الأعصاب، وذلك بنسبة 23% عن غيرهم. إذن ابدأ بالقراءة، وابدأ بمجال تحبه لكي لا تضبط عزيمتك، واقرأ كل ما أثار إعجابك من صحف، مجلات، كتب أو حتى روايات. فحسب دراسة كندية توصلوا إلى أن القصة الخيالية تعزز المهارات الاجتماعية لقرائها، فتجد لديهم القدرة على فهم معتقدات، طرق تفكير ورغبات المحيطين بهم بالمقارنة مع غيرهم. لذلك فقط ابدأ، ولا تكن كما قال الدكتور إبراهيم الفقي، الشخص الذي لا يقرأ لا يكون في درجة أعلى من الشخص الذي لا يعرف القراءة. عادة شرب الماء. جميعنا ندرك مدى أهمية الماء لأجسادنا، فهو يشكل ما يقارب 60-70% من وزن جسمك. لذلك لا بد من شرب على الأقل 8 أكواب يوميا. لمنع جفاف الجسم الذي يمكن أن يستنزف من طاقتك ويجعلك تشعر بالتعب والصداع. العادة الأخيرة، وهي من أقرب العادات إلى قلبي، الاستماع إلى البودكاست. الاستماع إلى البودكاست يساعدك في استغلال وقتك المهدور هباء، مثلا في المواصلات العامة، أثناء المشي، التنظيف،
وغيرها من النشاطات اليومية الرسيبة التي يضفي إليها البودكاست متعة رائعة وقيمة معنوية. فأثناء الاستماع تجد نفسك تغوص في مجالات تفكير جديدة وتكتسب معلومات وفيرة توسع مداركك وترتقي بوعيك ونضجك. من بين البرامج التي أتابع أذكر لكم أهم أربعة: بودكاست فنجان، بودكاست كنبة السبت، بودكاست مهارات، وبودكاست أباجور. قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أرجو أن تكونوا استمتعتم واستفدتم، ولا تنسوا أن عاداتنا اليومية طريق نجاحنا، لذلك لنحرص على بناء عادات هدفها التحسين من حياتنا. كانت معكم ميداد، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.